مرحبا وحياكم الله، صلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. محبي الاسلام الديحاني للشاحنات بالمنطقه الشرقيه، عرضي اليوم لكم عايدي المدينة 77، ما شاء الله تبارك الرحمن، اللوحات كويتيه وارد البشر. الموتر طبعا غمار في المرشوشه كامله، رشه قديمه، الشاص وبطنه من حدر كله على بلاده، ما حرك فيه شيء. راح اصوره لكم خارجيا. طبعا زي ما قلت لكم الموتر شاصي بلد واحد مو مدبول، كذلك سبرنجات بلاده، ما في الا رشه الغماره، الجير والمكينه على الشرط وعلى الفحص. بالنسبه للاستماره جديده، البيمه جديده، على طول ينقل باسم الكويت. تواصل معي او يمر المعرض يشوف. الموتر طيب وعلى الشرط وعلى الفحص زي ما قلت لكم. بالنسبه للتنكيه طيب، تنكيه 4 ملي القديم. Yeah.